والله دي كانت بداية حلمي إن أنا أبدأ من بلدي في مصر، بعد كده الدول العربية كلها تعرفني. بعد كده بدأت بعد فيلمي دكان شحاتة إن أنا أنطلق إلى العالمية، بالذات لما عرضت فيلمي في كان فيلم فيستيفال. جولي بروديوسرز ودايركتورز وديستريبيوتورز موزعين اتفرجوا على الفيلم. أسعدني جدا إن أنا ما كنتش حاطط في دماغي خالص إن أنا هي دي الطريقة فعلا، إن أنا من فيلم عربي أوصل ومنتجين من أمريكا يعجبوا الفيلم فياخدوني معاهم to Los Angeles for shooting. فكنت سعيد جدا إن أنا لما طلعت حاجة العالمية طلعت من حاجة عربية، ما روحتش بس على طول كده في فيلم أجنبي. فطبعا من طموحي السكة الطويلة اللي أنا أقدر أقول نحو العالمية، مش بس في السينما الأمريكية. أنا حبيت أوي إن أنا أخش منظومة الأفلام الأوروبية، عشان كده صورت فيلم اسمه ستورم ده في لوس أنجلوس و بتوين لوس أنجلوس وسان دييغو. وفي فيلم أنا بعتبره من أهم الأفلام ليا، لسبب إن ملوش أي علاقة الدور بتاعي لا من أصل عربي ولا من أصل مسلم أو أي حاجة، لا خالص، أو زي ما بيقولوا الأكلاشية أو الستيريوتايب بتاعنا. فسعدت جدا من الفيلم ده. الفيلم ده اسمه تاروت. تاروت ده اتس بريتش فيلم، اتس هورر فيلم، TAROT زي تاروت كاردز كده. ففيلم واحد انجليزي وبيتكلم عن حالة معينة ما بين أصحاب، هنشوف كل واحد منهم هيحصل له إيه بسبب الويتش اللي هي زي ما يقولوا الساحرة. كل واحد بيتحقق له أو بيتعمل له ديستني من الكارت، كلها بيرفع كارت وبيشوف اللي هيحصل له هيتحقق ولا لأ. فإتس ريلي إكسايتنج فيلم، وبتنفع في كل الماركتس في الوطن العربي وفي يوروب وفي أمريكا، فعشان كده أنا مهتم قوي. سيزر بيكتشر هو و دايركتد باي نيك فيلب اند بروديوسر سوزانا جاشمن. سعيد جدا من الفيلم ده. هقول لك على حاجة، انا اشتغلت في مصر مع خالد يوسف حين ميسرة والريس عمر حرب ودكان شحاتة، واشتغلت مع خالد الحجر وهو مخرج برضو عالمي، انا بعتبر انه بيعيش كتير جدا في لندن، عنده افلام هناك. اسمه ستولن كيسز، قبلات مسروقه، والفيلم ده انا عرضته في نيويورك. اللي ينقصنا مش بس كمصريين كعرب، لان في مخرجين هايلين في لبنان، مخرجين هايلين في الاردن، في كل دول عربيه. احنا عندنا دايما في الوطن العربي مش بس في التمثيل في اي فيلد، الكوادر قويه جدا، عندنا احسن ممثلين، عندنا احسن اخراج، عندنا حتى لو طلعت بره الميديا بتاعتنا احسن دكاتره احسن مهندسين. المشكله عندنا السيستم. فاعتقد ان الفتره دي الدنيا اتغيرت والدنيا اتسرعت وبدانا نكون غيورين جدا على سينماتنا العربيه، فبدانا نتطور جدا. وبدليل ده مهرجاناتنا، ما كناش عندنا مهرجانات كده وبتنافس مهرجانات عالميه، وهم بقوا الغرب ييجوا هنا ياخدوا من عندنا مثلا فاندز ويعملوا بيهم افلام برضو، زي ما استقطبوا فيلم ميشن امبوسيبل 4. فشايف عندنا قدرات كويسه جدا. الفرق بس ان بره في حاجه مهمه جدا وهي التخصص، كل واحد متخصص في حاجه ويبقى شاطر فيها جدا وبيبقى مسؤول منها ويتحاسب عليها. عندنا في الوطن العربي دايما بنعمل كل حاجه، يعني بنعتبرها ممكن تكون فهلوه وشطاره في نفس الوقت، واحيان كتيره بتنفع، بس على اللونج ران بتلاقيك انت شاطر في حاجات كتيره جدا، بس مش ما بتمشيش بسرعه بره، لان بره كل واحد بيبقى مسؤول من حاجه فبيحاول يوصل اتشيف النجاح بتاعه فيها. فانا ما اعتقدش ان احنا ناقصنا اي حاجه عنهم، بالعكس الفرق بس الظروف اللي احنا عايشين فيها والظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيش فيها والسياسيه برضو والربيع العربي اللي احنا فيه. فاعتقد الموضوع ده هيعطلنا شويه بس للاحسن، يعني هتلاقي هنوصل لنقطه معينه هتلاقي محدش هيعرف يجيبنا بعد كده ان شاء الله.